يوم عادي في أيام عيلة أبو حمد، نازلين الجمعية يشترون أغراض رمضان، بس كأنهم زودوها شوي. وبعد تأخذون الأغراض من غير ما تقرون مكونات المنتج وتاريخ الصلاحية، هذه آخرة من يروح الجمعية بدون لستة مشتريات. طيب الوعد عند التشير يا الطيبين. وزارة الاقتصاد والتجارة، إدارة حماية المستهلك، حملة لا للإسراف.